وجوه السجانين وصفت بشكل يعني كأن بيجيبوا ناس قدت من الصخر. من أصعب ما وجدت أن يعزل أسير كفيف. نعم. وصلنا إلى عزلنا الجديد، وبعد إجراءات مملة لساعات أدخلنا إليه ونحن نظن أننا سنستريح من عذابات الرحلة الجديدة، ولكن صوت أخي أحمد بدأ بالتغير فور إدخالنا إلى غرفة العزل، ولم أعرف السبب. دع عبادة بلال أسير كفيف. ففقدان البصر يكون نعمة أحيانا. أحمد لم يشأ إزعاجي بشيء، وبادر يتفقد الغرفة التي إن صح تسميتها كذلك. سرت بضع خطوات إلى الأمام فارتطمت بجدار، مددت يدي إلى اليمين فارتطمت بالجدار، وإلى الشمال فصدمت جسد أحمد. أين نحن؟ قلت بعبارة مستنكرة متعجبة، في قبر جديد. كذا رد أحمد بتهكم وقهر يكاد يذيب العزل. نعم، لا شك أن زنازين العزل يعني من أقصى الأماكن للتعذيب النفسي اللي بتمارسها إدارة مصلحة السجون. أنا ما زلت أذكر في سجن السبع قسم 4، قسم كان للعزل يستخدم أو للعقاب. المساحة، وجود البرش، المساحة المتبقية للأكل والصلاة لا أبالغ، لا تكاد تزيد عن كتف الأسير قليلا، يعني بضع سنتيمترات فقط المساحة اللي مخلينها قبر. يعني بالفعل قبر، بالفعل أنت تشعر أنك في قبر. الإنسان يختنق لمجرد التواجد في مكان مثل هذا. نعم، يعني في ضيق حتى ما يسمى بالشباك أو الفتحة الصغيرة اللي عاملينها في جدار الزنزانة، تجدهم واضعين 4 أو 5 طبقات من الشبك الحديد، حتى يعني لا أبالغ إذا قلت لك مر. إذا قلت لك حتى الهواء لا يستطيع أن يمر من هذه الحواجز. ومرة أخرى يعني أخونا عبادة بلال يعني هو عانى معاناة، وكانت أنا أعرفه تماما، وكما ذكرت وابن للشيخ سعيد بلال أحد مؤسسي حركة الإخوان، هو وأشقائه الأربعة. هو تحدث عن وجود 4 أشقاء في سجون أخرى. كلهم، نعم، معاذ وعثمان وبكر وعمر، 4 وهو الخامس، وأيضا زوجته سجنت 3 سنوات، وابن أخته، ابن أخوه، فكل العائلة كانت عائلة صابرة. هو تحدث عن شيء مؤلم، وهو سب الجنود الإسرائيليين للذات الإلهية. كم أرغمونا على سماع لعناتهم للذات الإلهية وسبهم لها، فنشعر كأن الروح وصلت إلى الأعناق خجلا من الخالق الجبار. نعم، وهذا طبعا يتفننون حقيقة نوع من التعذيب النفسي بيستخدموه في العزل. كيف بيعملوا أخي أحمد؟ مقابل زنزانتك يدركوا تماما ويعرفوا أنك أنت مثلا متدين وابن لحماس أو مقاوم فلسطيني، يضع مقابل الزنزانة أسير جنائي مغتصب أو حشي أو تاجر مخدرات، وبكلفوه أنه يظل يسب الذات الإلهية، يسب الدين، يسب الرب، يسب كل هذه المسبات البذيئة، حتى يوميا تبقى أنت في صراع نفسي داخلي أنك أنت بتتألم وأنت تسمع هذه المسبات، وطبعا غير مسبات كما قال العبادة الضباط والجنود. ولكنهم لا يجرؤون في داخل الأقسام، لا يجرؤون على هذا السب، لأنهم يدركوا تماما أنهم سيلاقون عقابا. علاء البازيان مر بتجربة مريرة. نعم. من نافذة زنزانته مرت جنازة أمه ثم جنازة أبوه، أو جنازة أبوه ثم جنازة أمه. من هنا، من تلك النافذة الموحشة، مرت جنازتك يا أمي قبل عام، فتوارت الرمال بدم بارد لا يرحم. أحتضنها حلما قديما كان، ثم تقسو الظروف أكثر فتمر جنازتك يا أبي، وبين النعش والنعش أشهر معدودات، فترقدان بسلام وترقد معكما أشواق دفنت في ذلك الصدر الطاهر في جوف حفرة في القدس العتيقة.
هو قضى 25 سنة في السجن وكان كفيفا أيضا. نعم كان كفيفا وفاقد البصر، ولكن له بصيرة، هو من أبطال حركة الجهاد الإسلامي، يعني من الأبطال اللي أصروا رغم اعتقاله الأول، ثم عاد إلى الاعتقال الثاني، ثم أفرج عنه معنا، ثم الآن أعادوا اعتقاله من جديد وهو كفيف. تخيل وهو كفيف ولا يرى نهائيا. يعني نائل البرغوثي 27 عاما في سجون الاحتلال، يقول عن أمه التي توفيت في العام 2005 وهو في سجون الاحتلال: أمي سيدة ريفية تعشق نور الشمس، تصنع خبزا، ترسم حلما، تزرع فينا القدس، بيت أعمدة أركان نار وضياع من شباك الزنزانة، رأيت طيور الشنار المهاجرة فحدثتها، ما بال أمي؟ كانت أمي شاعرة قرية كوبر، قوية صامدة، من الشخصيات النسائية المشهورة التي قادت حملات الإضراب ومسيرات التضامن معنا نحن الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني. الحج فرحة الله يرحمها، هي الحج فرحة، هي والدة الأسير. طبعا هو يوم بتقول 27 عام يوم كتب هذا الكلام، هو أمضى ما يقارب 34 عام وأفرج عنه معنا. طبعا هذه هنا اسمح لي أن أقف لبضع دقائق. هذه الحجة، الحج فرحة، والدة أسيرين بطلين أبو عاصف وأبو النور نائل البرغوثي، طبعا كانوا محكومين مؤبدات في صفقة 85، صفقة التبادل 85، طلبوا أنه واحد من الإخوة يروح، تخيل في 85، فروح أبو عاصف. أبو عاصف من 85 لليوم بجوز أمضى، يعني وهو يعتقل ويفرج عنه ويعتقل ويفرج إداري. باستمرار إداري وقضايا دائما، يعني من زوار السجن المستمرين. حدثني في سجن عسقلان، تخيل هذه المرأة المرحومة رحمها الله هي وزوجها، بقول بكيت أقول له: يا رجال شو هالنوع للحج، شو نوع هالمرأة الفلسطينية لأمك، كما قال أبو النور وهو يصفها للحج فرحة، كانت يوم تزور تيجي تقاتل السجان، تقاتل وتصرخ وبكل قوة وشجاعة. بقول لي: يا أبو حذيفة في 67، بقول لي: تخيل في 67 ودبابات الاحتلال، وقت الاحتلال بيدخلوا في بلدنا، دخلوا في بداية الاحتلال، بقول بعض الناس كانوا يهربوا، قال هذه الحجة فرحة جابت كفتين حجار وطلبت مني، واحنا ومن ابو النور واحنا شباب صغار لسه، طلبت مني نطلع ظهر الحيط ونحاجر على الدبابات اللي داخل البلد بالحجاره في 67. هذه الحجه، لذلك هي من العائلات اللي قدمت لفلسطين الكثير من الصابرات الصامدات اللي ضحين طول حياتها في تزور السجون. الحجه فرحه حتى توفاها الله، زوجها انسجن في البداية من الاحتلال، ثم أولادها الوحيدين اثنين لها ولدين أبو النور وأبو عاصف، ثم أولاد أبو عاصف أولادها كانوا يدخلون السجن ويخرجون من السجن. فهذه من العائلات اللي قدمت الشيء الكثير لفلسطين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يكرم أبو النور بفرج إن شاء الله قريب ويتقبلها بالرحمة هي وزوجها إن شاء الله. احنا تكلمنا عن العملاء او العصافير قبل كده، لكن وجدت وصف للأسير المحرر علي العمودي وهو يصف المخاوف من الأسرى، لكن حالته كانت مدرية: كنت مربوطا من قدمي وقتها، معلقا في الهواء، والدماء تنزل من جسدي، الجاكت مدرج بالدماء، كل أنحاء جسدي متعبة مترهلة، أشعر بخذلال كبير، وشظايا الرصاص اخترقت أنحاء جسمي. فقبل ساعات قد خرجت من اشتباك مسلح في بلدة أبو ديس القريبة من مدينة القدس، استمر لسبع ساعات متتالية، واستشهد فيه أخي وحبيبي عبد الرحمن حمدان. كان بجانبي رجل متقدم في السن، خصوصا وأن عمري لا يتجاوز 24 عاما. نظر إلي قائلا: من أنت؟ قلت له: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لم أتكلم سوى بهذه الكلمات في كل سؤال
يسألني إياه. تعرفت عليه في فترات سجني لاحقا، رجل رائع مجاهد، لكني كنت خائفا أن أتكلم مع أحد فيكون من العملاء أو العصافير. طبعا أنت ذكرتني في الأخ الحبيب علي العمودي، عشت معه في زنزانة 1 سنوات. أنت شكلك عشت مع الأصغر كلهم. أخونا علي الله يرضى عنه له عمليات، عملية نوعية اللي هو مع عبد المنعم أبو حميد مع الشهيد، ما تكلمش عنها بتفصيل لكن نعم هي. ولكن الأخ علي، أنا دائما عندما كان يخلع قميصه للغيار في الزنزانة كنت أقول له أنت يوم بشوفك بتذكر خالد بن الوليد رضي الله عنه، يوم كان يقول ما في جسدي شبر إلا وفيه طعنة من سكين أو ضربة من رمح أو ضربة من سكين. علي العمودي كل جسده مخزك، يعني في شظايا، إما رصاص إما القنبلة، لأنه بالفعل هو تم اعتقاله يوم أنهى في الاشتباك، أنهى الرصاص، استشهد عبد الرحمن بجانبه رحمة الله عليه وهو لم يتبقى شيء، وكل جسده كان مدرج بالدماء. فكان يوم يخلع ملابسه كنت قاعد تشوف كل جسده، يعني الإصابات واضحة في جسده. يعني تفتكر العملية بتاعته هذه؟ العملية النوعية، هو عنده عمليتين نوعيات، ولكن اللي كانت مؤثرة جدا اللي حقدوا عليها الاحتلال لعملية قتل ضابط مخابرات رام الله، كل مسؤول رام الله، هو والشهيد عبد المنعم أبو حميد رحمة الله عليه، كانت عملية مؤثرة حقيقة. وجوه السجانين وصفت بشكل يعني كأن بيجيبوا ناس قدت من الصخر، يعني نوعيات خاصة، وانت ما حدستناش عن السجانين، لكن فرسان خليفة الأسير المحرر من حماس هو يقول: تنقلت في فترة سجني في سجون لا يعرف سجانوها شيئا سوى القهر والإذلال، وقد كان لي إخوان أخوان في الأسر، أحدهما يتبع حركة الجهاد الإسلامي في قسم 7، والآخر يتبع حركة فتح في قسم 2، وأنا في قسم 5 في سجن رامون. لم نجتمع سويا ولا مرة واحدة أشقاء، لكننا في السجون مفترقون. نعم، هذه كانت من طبعا هو من الأصدقاء الممتازين، يعني اللي عشنا معه برضو الشيخ فرسان، أنا دائما بسميه الشيخ فرسان ربنا يرضى عنه إن شاء الله. مش فارس واحد يعني. نعم، طبعا هذا أسلوب كان يمارسه السجان في عقاب الأهالي وعقاب الأسير نفسه. تخيل أن الأم عندما يكون لها 2 أو 3 موزعين على كل سجن، وبدها تزور أولادها، فتبقى طيلة الشهر وهي يعني تزور هين وتزور هين وتزور هين، ففي الشهر بده يطلع لها يعني أقل شيء 6 مشاوير إذا سمح لها، فتنهك تعبا وجهدا. وأنا كنت أرى كثير من الشباب اللي زي فرسان كان يترجى أمه ما تيجي تزور، لأنها يعني تتعب إذا بدها توزع حالها على أبنائها، ما بتقدر، لا تستطيع العجوز أن تقوم بهذه الزيارة. أنا هنا لاحظت العيلة فيها 3 من 3 اتجاهات يعني، وهذا كان في 2 إسلامي 1 فتح، لكن يعني العائلة الواحدة، الإخوان نفسهم ممكن يكونوا من انتماءات مختلفة. وهذا موجود في شعبنا. نعم، تجد العائلة فيها فتح والشعبية وحماس والجهاد الإسلامي، وهذه ظاهرة موجودة، يعني موجودة في كل أبناء شعبنا. لكن ما بيختلفوش مع بعض، ما الجو العائلي دائما يغلب. نعم، الحمد لله رب العالمين. ما تكلمناش عن ما يسمى بالقمعة أو الاقتحام والتفتيش الليلي للسجون. طبعا محمد الدراوي، أقول لك رواية محمد الدراوي وانت حكي لي. السكون يملأ المكان غير همهمات التسبيح وترتيل القرآن وقرع نعال من بقي من السجانين يقظا يتنقل من مكان لآخر. وفجأة سمعت ومن معي أصواتا عالية لم أعرف ماهيتها، كوني لازلت حديث عهد في سجون الاحتلال. فقال لي من كان معي: هذه أصوات مجموعات من الجنود عادة ما تقوم بحملات قمع وتفتيش للأسرى. اقتربت الأصوات وقرع النعال يومئ أن عشرات من الجنود قد دخلوا الممر الذي بين الزنازين. وصل ما لا يقل عن 5 جنود إلى زنزانتي، فتحوا الباب الحديدي الذي طالما حجب عني وعن رفيقي نسيم الحياة.
قلبوا الزنزانة رأسا على عقب وكأنهم يبحثون عن إبرة وسط قومة من القش. سألونا عن هواتف نقالة نملكها ونستخدمها داخل الزنازين، أنكرنا وجودها تماما، فاستشاطوا غضبا وأخرجونا جميعا في ذلك الوقت المبكر حيث لازال الجو باردا، وقاموا بتفتيشنا جميعا عدة مرات، تفتيشا عاريا مستفزا. قد يرى البعض منكم أن التفتيش عملية سهلة وشيء يسير، لكنها عملية إذلال مهينة وقصة من المعاناة وإهانة الكرامة ليس لها حدود. نعم، ممكن تقول لنا التفتيش الليلي والتفتيش العاري والتفتيش المؤسي هذا؟ طبعا التفتيش العاري من المعاناة الشديدة اللي بعانيها الأسرى الفلسطينيين وتهضم بها حقوقهم حقيقة، والسجان ما زال يمارس هذه الممارسة ولكن بذكاء وحنكة، لأنه ما في حد يصور في كاميرات زي ما صار في أبو غريب نهائيا. لذلك هم، تخيل الأسير الفلسطيني عندما يريدون أن يخلعوا كل ملابسه ويبكوه كما ولدته أمه، كما ولدته أمه. وأحيانا يعني إذا بدهم يزيدوا في الإذلال بصير كله قوم وقعد ولف ودور حتى يعني يزيد في إذلال هذا الأسير، فهذا باستمرار ودائما يمارسونه. وأقسى على النفس إذا كانوا يمارسوا عند الأخوات السجانات البنات، يعني هذا طبعا كان يعني يكون أقسى عشرات المرات على نفس الأسير أو على نفس الأسيرة الفلسطينية. أيضا موضوع القمع والتفتيش، التفتيش الليلي، تخيل عندما يدخلوا إلى زنزانة بدهم يفتشوها، بقلبوها كما يعني بما تحمل الكلمة من معنى، رأسا على عقب، كل شيء بقلبه، كل شيء، وعلى الأرض. وأحيانا إذا كان في زيت مع ملح مع كذا بحطوا الزيت على الملابس، على الأواعي، على إذا كان بعض بقايا الأكل بكبوه على الأواعي، إذا كان في سلة أو شيء للزبالة أجلكم الله بتلاقي بحطوها على الأواعي. لذلك هم يعني يتفننون جدا في الإيذاء النفسي للأسير. صحيح هو ما ضرب الأسير ولا عذب الأسير في هذه اللحظة، ولكن يتركه لعدة ساعات قادمة وهو يرتب في ملابسه ويعيد ترتيب زنزانته من جديد، وحتى منتصف الليل. يعني دائما هذه الاقتحامات بتلاقيها بعد منتصف الليل. ماذا لو وجدوا موبايل أو وجدوا شيء ممنوع؟ شيء ممنوع فورا الزنزانة أو الغرفة ومن فيها يدخل في دائرة العقاب، العزل، سحب الإنجازات، سحب الأدوات الكهربائية، عقاب زيارات الأهل، عقاب حتى يتفننوا من سنوات في أسلوب جديد في العقاب وهو سرقة المال. يعني أنت لك نقود في الكنتينة عندهم في البنك الكنتينة، فيتفننوا بعاقبوك مصاري فلوس، يعني 200 شيكل، 500 شيكل، 1000 شيكل، يسرقوهم عادي، بيصدروهم من حسابك في الكنتينة، بيصدروهم لأنه فلان تم معاقبته. طبعا هذا المال في غالبه بيكون يا إما من الأهل يا إما من وزارة الأسرة، مشان للأسرة حتى يستطيعوا أن يشتروا بعض الكنتين وبعض الأكل. احنا تكلمنا عن 300 طفل، وأنا لقيت وصف أم اعتقل ابنها وهو طفل عمره 17 سنة أو يعني في بداية الشباب، مروان الزرد وأسير محرر. الأم لما تقعد سنوات طويلة ما تشوفش ابنها وهي حملته في أحشائها وتحسسته وهو ينمو، بتبقى مشاعرها مختلفة، وهي تحسست كل مسامات روحه وقلبه منذ احتضنته يوم عرس الإفراج الكبير والمشرف، فإذا بي أحفظ حتى عدد أنفاسه وعدد نبضاته، بالله كم كان الله منانا معي. يعني لما حضنت ابنها بعد السنوات الطويلة تذكرته هو طفل وأنفاسه ونبضات قلبه. إحساس الأمهات الفلسطينيات دول حاجة تانية بصراحة، يعني شيء يعني فوق الآدمية. نعم، لا شك صحيح، الأم الفلسطينية هي جزء هام جدا من المعاناة،
جزء هام جدا من المعاناة، وكل ما تحمل هذه الكلمات الوالدة من معنى هي صادقة في كل ما تقول. هناك نوع من السجون وجدت عنها يعني أشياء كثيرة مكتوبة، لكن يعني منها أن في أعتقد عضوة في الكنيسة كشفت عن علامات استفهام حول وجود السجون سرية في إسرائيل، ما يسمى بالسجون السرية، يعني غير 25 سجن اللي تكلمنا عنهم، غير الأسرى الفلسطينيين المعروفين، هناك سجون سرية. كان يتوارد لكم وأنتم في الأسر معلومات عن السجون السرية؟ نعم، كنا يعني نسمع من بعض الأسرى العرب اللي شاهدناهم معنا، وكذلك بعض التقارير حتى كما ذكرت، يعني كما ذكرت حتى بعض تقاريرهم الصحفية اعترفوا وتكلموا عن سجون سرية في معسكرات الجيش، اللي دائما يعني في الغالب هذه تستخدم للسجناء العرب الغير فلسطينيين اللي ما إلهم أهل، اللي يتابعوا مع الصليب الأحمر في فلسطين ويسألوا عنه ويبعثوا محامين ويتابعوا القضايا القانونية، لذلك تجدهم يتحكمون في هؤلاء الأسرى العرب بطريقة يعني طبعا دولهم ما بتسألش فيهم. يعني هناك هناك مصريين، هناك من جنسيات مختلفة موجودين في سجون إسرائيل، دولهم لا يعنيها شيء بالنسبة لأمره. هم يستخدمون يعني يستخدمون كل أساليب التعذيب مع هؤلاء الأسرى، يستخدمون معهم كل الأساليب البديعة، حقول تجارب حتى طبية. نعم. حقول تجارب في كل شيء. في هناك أسرى أسروا لغاية الآن مفقودين. هي المحامية الإسرائيلية ليثا لياتسيمن. لياتسيمن. نعم. تقول إن أي شخص يدخل هذا السجن يختفي ومن المحتمل إلى الأبد. نعم. هي مهتمة بالموضوع هذه المحامية الإسرائيلية. هي محامية إسرائيلية كانوا يعني أمضت حياتها تقريبا وهي تدافع عن الأسرى الفلسطينيين، قد تستغرب يعني دائما تجدها واقفة في كل المحاكم. مركز الزيتونة عمل كتاب في كتابه عن معاناة الأسرى في صفحة 29 يقول السجن 1391 القريب من الخط الأخضر هو أحد السجون السرية ولا تعترف بها إسرائيل. طبعا مش ممكن كحكومة لا تعترف، ولا ممكن أن تعترف، لأنها يمارس كمان مرة يمارس فيها كل التجاوزات الإنسانية على البشر. يعني التجاوزات يعني الإنسانية. ممكن إذا فتحت هذه السجون يكون من فيها بقايا أدمية، حطام. نعم. حطام بني أدمين في كل شيء، في كل شيء يجرون عليهم كل تجاربهم البشرية.